لحظة لحظة، أنا بدي أسوي قفز بس دقيقة. لا، لأنه أنا إجاني 1000 PM بدي رد عليكم. أنا بدي أسألكم سؤال، بدي أترككم أنتم تجاوبوا فيه. اللي عنده ضمير بده يجاوب على هذا السؤال. نحن استعملنا الإنترنت ليش؟ مش نحن كان السبب والهدف من وجودنا ومن كلمتنا ومن صرختنا هو إنه نوصل صوتكم للعالم كله؟ سؤال. مش نحن كنا عم نكسر التعتيم الإعلامي اللي مورس عليكم من الجزيرة وغير الجزيرة ومن العالم العربي المتآمر مع الحكام ضدكم؟ انتو طلعتونا كذابين. ما حدا يقول عنه نحن عم نعمل احباط. انتو طلعتونا كذابين قدام العالم. لما نحن منتصل ومنبلغ العالم كله فردا فردا انه نهار الفلاني كذا وكذا رح بصير كذا وكذا وكذا، لما منتهم احنا آل سعود وآل خليفة بتآمر والقتل وإبادة شعب البحرين، وبيجي العالم بده يصور ويشوف وين الإبادة وين القمع، بيطلعوا انتوا قاعدين ببيوتكم وعم تفتحوا غرف على الانترنت وعم تدفعوا حقها مصاري. ما حدا يقول نحن عم نعمل الاحباط. انتوا اللي احبطتونا، انتوا اللي ضربتونا، انتوا اللي طعنتوا فينا، انتوا اللي غدرتوا فينا. وعو اصحوا اصحوا منيح. عمين عم تضحكوا علينا؟ نحن عم نعمل احباط؟ 4 شهور نحن عم نبكي ليل ونهار ونصرخ، عم نبوس بايديكم وبجريكم. طلعنا كذابين قدام العالم نحن. روحوا افتحوا غرف اونلاين، اعملوا اسقاط حمد اونلاين، طلعوا كبروا اونلاين، خليكم كبروا هون هون بالغرف. ما حدا يقول نحن عم نعمل احباط. نحن قدامكم للموت كنا وما زلنا وما زلنا وسنبقى وسنبقى، لانه نحن تربينا بالدم من قبل التكوين. نحن خلقانين وضلنا مقاوم وقباط الضيم. ما حدا يقول نحن عملنا احباط. لحد هلا بعدنا ضابطين اعصابنا وساكتين وبلعين الموس. بعد ما طلعنا الغضب، بعد ما طلعنا اللي شفناه قدام عيننا، شفنا شغلات قدام عيننا يخزي لها الواحد. واذا سكرت الروم يا عمور، لك يا عم لك شو بيحكوا حكي عن جد عجيب غريب. سكروا الروم، بتروحوا على غير روم. ما نكون فاتحين 50 روم، روحوا شوفوا كم روم فاتحين قاعدين عم بتكبروا اونلاين، عم بتسقطوا حمد اونلاين. يا هم حمد، اخ يا ظهره لحمد، موجوع كتير حمد.